السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نحاولوا اليوم الأربعاء نرجعوا للفيديوهات متاعنا اللي كنا نعملوهم نهار الأربعاء ونتكلموا على الوضع في بلداننا بصفة عامة والأحداث اللي تقع فيه. اليوم باش نحاولوا نتكلموا حول الصراع الذي موجود الآن في العالم. صحيح باش نتكلموا عن الصراع في العالم بصفة عامة، ولكن الهدف متاعنا هو الحديث عن الصراع الموجود داخل العالم العربي الإسلامي بين قوسين. لو عدنا للتاريخ، للتاريخ يعني اللي مش بعيد بعيد بعيد، يعني من أول ما بدأت الحضارة من عهد البابليين والفراعنة والرومان والإغريق وغيرها من الحضارات اللي مرت يعني آلاف السنين، سوف نلاحظ أن هناك صراع مرير بين ما يسمى الشرق والغرب. يعني أي إنسان يقرأ التاريخ يشوف هذا الصراع واضح في هذه المنطقة، واللي ديما الصراع يكون معناتها في أكثر حدته في منطقة الشرق الأوسط وفي البحر الأبيض المتوسط. لو تعود للتاريخ الصراعات اللي وقعت من بين البيزنطيين والفرس، ولا من بين الرومان وقرطاج، ومن بين الفراعنة وغيرهم، يعني في المنطقة هذه ثم الصراع يدوم توا عنده معناتها آلاف السنين، وهو في الظاهر يظهر صراع من أجل السيطرة على الأرض وعلى الثروات وغيرها من الأمور، يعني ما يسمى بالاستعمار وفرض الهيمنة على الآخر. ولكن عندما ندق في هذا الصراع نلقاوه اللي هو في الحقيقة صراع أكثر منه فكري. من بين فكرتين نجموا نشوفوهم هي ما يسمى بالفكر العقلي المادي البحت الذي يأتي دائما من ما يسمى بالغرب أو الفلسفي أو الفكر الفلسفي، والفكر الآخر الذي هو نجم نقوله إحساسي عاطفي نفسي. وكل فكر من هذه الأفكار معناتها عنده القواعد متاعه وعنده الطريقة متاعه لتهييج الناس وعامة الناس من أجل السيطرة على الطرف المقابل وإخضاعه. هذا شنو نلاحظ في التاريخ؟ يعني في التاريخ نلاحظ هذه المسألة موجودة. ولكن لا يعني أنا لا أريد أن أقسم العالم إلى شرق وغرب، لا يعني أن هناك فكر عاطفي إحساسي موجود في الغرب وهناك فكر مادي فكري موجود في الشرق. يعني مش يعني الكل هذا موجود هوني وكل هذا موجود هوني، لا، هو الصراع موجود هوني هوني، ولكن هذا يغلب عليه الجانب الفلسفي المنطقي الفكري المادي، وهذا معناتها يغلب عليه الجانب الإحساسي النفسي الوجودي. يعني هذا ما نلاحظه في التاريخ يعني هذا الأخير. والمشكل ان هذا الصراع ياخذ شكل حروب واستعمار وقتل وتدمير وقضاء كليا، محاولة القضاء على الآخر. يعني هذه معناتها مسألة نلاحظوها. وهذا مع الأسف ما يسمى الصراع موجود إلى يومنا هذا متواصل، كما يقول ابن خلدون إن التاريخ يعيد نفسه. يعني ديما نشوفوا اللي الصراع هو بيدو، ولكن الأشخاص هما اللي يتبدلوا. كل مرة يظهر شخص ياخذ ما يسمى بالقيادة متاع هذا الصراع من أجل السيطرة على الآخر، وهذا عبارة على صراع وجودي. يعني كل واحد منهم يحب يقضي على الآخر. واللي لاحظناه زاد في التاريخ هذا اللي كل ما واحد يقوى الطرف الآخر يدخل في صراعات
داخلية مريرة تنتهي في الأخير إلى طرح فكر أفضل من اللي موجود في الطرف المقابل، ويصبح هو القوة ويحاول أن يسيطر بنفس الطريقة على الآخر. أنا لا أريد أن أعود إلى التاريخ البعيد جدا. نأخذ مثلا مثل وقت كان الصراع الفرس والبيزنطيين. ظهرت قوة اللي هو الإسلام وقضى على معناتها هذوما القوتين، وأصبح هو القوة الشرقية التي تقود هذا الصراع وتريد أن تقضي على الغرب كليا. الغرب داخل في صراع ديني وسياسي قادته الكنيسة، وحروب داخلية وفقر وغيرها من الأمور التي أدت في الأخير بظهور التكنولوجيا وما يسمى بالفكر التنويري الغربي الأوروبي، والذي أخذ المبادرة وأسقط ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية، ودخل العالم ما يسمى العربي الإسلامي بين قوسين في متاهات الظلام والجهل والتخلف والحروب واللي نشوفها. إذن هذا الصراع اللي موجود من بين الشرق والغرب، أو من بين الفكر المادي والفكر الإحساسي، متواصل. وإحنا لو ننظر للكون بصفة عامة ديما نجد هناك صراعات على مستوى الكواكب، على مستوى المجرات، على مستوى الطبيعة، على مستوى النبات، على مستوى الحيوان، على مستوى كل شيء، فما صراع. ودائما دائما الصراع ينتهي بانتصار الأفضل. هذه معناتها مسألة لاحظوها، يعني الأفضل هو اللي يبقى واللي أقل منه يضمحل. إذا لهذا الغرب وقت تدخل في الصراعات نتاعو في عهد الظلمات نتاعو لازم يجيب فكر أحسن وأفضل من الفكر اللي كان موجود في العالم باش يقدر ينتصر على الطرف المقابل. وبالفعل جاب ما يسمى بالفكر التنويري والفكر الإنساني وغيرها من المفكرين، وتنرجع للتاريخ والتكنولوجيا الحديثة التي جعلت منه الآن هو القوة الموجودة في العالم اللي معناتها عندها كل إمكانيات القوة. بينما العالم العربي الإسلامي بين قوسين ومؤيديه عايش مع الأسف في صراع، في صراع من بين بعضه، من بين المذاهب الإسلامية، من بين الحركات السياسية، ومن بين كل هذه الأطراف. ومع الأسف يعني في الوقت الحاضر يعني الصراع ما عادش كما قبل بالسيوفة، هناك تكنولوجيا، هناك أسلحة متطورة. والمشكل اللي هذا الصراع يسبب كثير 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 من الخسائر البشرية والإنسانية وغيرها اللي نشوفها. إذن هوني اللي حبيت نوصله أن الصراع هي طبيعة في الكون، ولكن نعرف اللي احنا الانسان مازال الى هذه الساعه مع الاسف مازال مرتبط بالعالم اللي جاء منه، هو عالم الحيوان، رغم اللي هو اصبح مدرك بالكون وبالوجود واصبح متطور وابعد ما يكون على الحيوان، ولكن مازالت عديد الامور من عالم الحيوان تربطه وبعالم ما يسمى الوجود هذا اللي يقوم على الصراع. كما تعلموا يعني الكون هذا يعني ليس كون معناتها مخلوق من إله كامل، وإنما ظروف وعوامل أدت إلى ظهوره على ما هو عليه، وهو يحتوي على الجيد والرديء والأقل معناتها والأكثر جودة وغيرها من الأمور والأقل فهمت رداءة، وهو لا أقول يعيش العشوائية وإنما يعيش الصراع الذي تجعله نوعا ما يعني يتماشى ويتطور نحو الأفضل. احنا كبشر يعني لازمنا نتخلاو على فكر العنف، لأن العنف صحيح موجود في الكون وهو طبيعة، وكما قلت في فيديوهات أخرى إن الإنسان المهمة متاعه أكبر من أن
يتوقف على ما أعطاه الكون. الإنسان وصل إلى درجة من الوعي يمكن أن يطور هذا الكون، ويمكن أن يطور نفسه ويتخلى على عالم الصراع اللي موجود في الكون، بل يطور فيه. مثلا في عود يصبح صراع عسكري أو حربي، يعني الحرب بكل أنواعها والإرهاب الجسدي بكل أنواعه هو من بقايا عالم الحيوان. عندما تمشي للغابة تشوف الصيد يهجم على الغزال، كل حيوان أقوى يسيطر على اللي فوقه من أجل الوجود ومن أجل البقاء ومن أجل الأكل ومن غيرها من الأمور. احنا توا ك يعني بشر يجبنا نتجاوز هذه المرحلة، ولازم يكون الصراع متاعنا ما عادش صراع حيواني. يعني مش معقول ان الانسان اليوم في هذا العصر بالتطور بالتكنولوجيا بالعلوم بالبحوث بالتاريخ اللي وراه مازال يقتل انسان اخر على خاطر يخالفه في الفكرة. هذه معناتها مصيبة. ومع الأسف في العالم العربي الإسلامي مازلنا نؤمن إن من يخالفك في الفكرة يجب أن يقتل، بينما الغرب تجاوز هذه المرحلة. يعني ما عادش مسألة إنك تخالفني في الفكرة، هناك مصالح أخرى. وهنا هذاك علاش الغرب متطور علينا في هذه المسألة. أنا عملت هذه المقدمة، حبيت نوصل للصراع اللي موجود الآن في العالم العربي الإسلامي بين قوسين. وقت نغزروا اليوم للعالم العربي الإسلامي اللي يتخبط عنده تقريبا قرابة 100 سنة، نجده ينقسم إلى قسمين. قسم الأول الذي هو قبل بالهزيمة، قالك الغرب انتصر علينا فكريا فلسفيا سياسيا اقتصاديا تكنولوجيا، إذن ليس لنا أي مجال أن نتقدم أو نتطور. يعني احنا شعوب فاشلة ما نصلح لشيء، يجب أن نمسك بالغرب لكي نستطيع أن نعيش. يعني هؤلاء النوع الأول هو الذي قبل بالهزيمة وقال اللي احنا شعوبنا ما عادش تقوم لها قائمة، لأن الشوط بيننا ومن بين الغرب أصبح كبير جدا. هؤلاء الأشخاص اللي قبلوا بالهزيمة ينقسمون إلى 3. القسم الأول هو القسم اللاديني، وهو قليل قليل ولكن موجود من علماء مفكرين سياسيين اللي يعني أصبحوا يستعاروا من تاريخهم ومن بلادهم. حتى وقت تلقاه يتكلم معاك يتكلم معاك بالفرنسوية، يتكلم معاك بالإنجليزية، ما يحبش يتكلم بالعربي أصلا. حتى في اللباس متاعه لباس غربي، حتى في المراجع متاعه مراجع غربية، حتى طريقة الحكم اللي يحبها في الدول متاعنا هي معناتها دول تقوم على النظام الغربي 100%، كما مثلا العلمانية بحذافيرها، السياسة الاقتصاد كل شيء غربي، كل شيء غربي. يعني لازمنا نخرج الناس من الدين، نحيو الدين، معناتها نعملوا كما في أوروبا، نتخلاو من الإسلام كليا ونضعوا أنظمة فهمت غربية تحكم. يعني عبارة على نوع من الاستعمار الغير مباشر. يعني في عوض الغرب يستعمرنا احنا نوليو غربيين. هذوما اللادينيين وموجودين في العالم الإسلامي ياسر منهم، خاصة معناتها من المفكرين واللي قراو في الغرب في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي ألمانيا وغيرها من الدول، يقول لك الشعوب متاعنا ما تقوم لهم حتى قائمة وانتهينا وما عادش نجيبوا حتى شيء ولازمنا نتبعوا الغرب كما هو. هذا النوع الأول. النوع الثاني من هؤلاء هما ما يسماو نسميهم علماء الدين الأرثوذكسيين، كيما مثلا الحوزة متاع مصر بتاع النجف ولا غيرها من الحوزات. يعني الدين الرسمي نسميه الدين المظهري.
فهمت؟ يعني الدين المظهر اللي خرج هذوما علماء الدين بتاع الجوامع بتاع الواحد، يعني التقليدي، الدين التقليدي. النوع هذوما يقول لك لازمنا نتمسكوا كان بالعبادات، وناخذ خليو الدين كانوا عبادات ودين كأي الأديان أخرى، ونتخلاو على السياسة وما عادش شغلنا فيها، والسياسة خليها للسياسيين اللي هما هذوما السياسيين يعني في الحقيقة يخدموا مصالح الغرب، كما نشوفوا في السعودية، فهمت؟ وفي أكثر الدول الإسلامية بعد الاستعمار، فهمت؟ كما في الجزائر تلقى مثلا اللي يحكم، ولا في تونس، حتى توا في تونس، فهمت؟ قائد السبسي هو من نوع الأشخاص اللي يقول لك نفصلوا الدين عن الدولة، وأنا احنا نحكموا كسياسيين، والدين خليه للمجتمع، لأنها ما تقومنوش قائمة. خليه نزيدوا نركزوا له الإسلام، نزيدوا نجيبوا له التكنولوجيا، سجادة فهمت توريك القبلة، نعملوا لهم جوامع فهمت متطورين، كما نشوفوا في الإمارات، كما نشوفوا في دول الخليج، هذو ما يسمى خلي إسلام للعامة، بينما اللي يحكموا فهمت يعملوا اللي يحبوا ويكونوا تحت حماية الغرب. هذوما النوع الثاني من الأشخاص اللي قبلوا بالاستسلام. الفرق من بيناتهم أنه اللادينيين يقول لك لازم الشعب نوعيوهم خرجوهم من الإسلام كليا، فهمت، ونغربوهم 100%. هؤلاء يقول لك لا، خليهم الشعب جاهل، كما توا مثلا في تونس، خلي الشعب جاهل، خلي الشعب بهيم، خليه يصلي، خليه رمضان، خليه كل شيء، فهمت؟ المهم ان احنا نحكموا فهمت تحت اسمهم، ونجيبوا لهم ايات قرانيه وكل شيء، ونكونوا عملاء للغرب، على خاطر احنا ما تقومناش قائمه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من اللي قبلوا الاستسلام هما اللي حاولوا ياخذوا ما يسمى بالتجارب الغربيه ويحطوها على الاسلام، كما الحركات، كما النهضه توا ولات، كما مثلا الاسلاميين في تركيا وغيرهم من الاسلاميين السياسيين اللي يقول لك فهمت احنا المهم نخدموا مصالح الغرب والغرب يرضى علينا، وندخلوا التكنولوجيا الغربيه، ولكن راهو الشعوب بتاعنا ما تخممش، ماهيش باش تخمم مخها باش تصنع ولا باش تنافس الغرب ولا ما تنجمش. اذا احنا نخليه المظهر الاسلامي ونطبق الاسلام على هذا الناس، ولكن نكون نخدم مصالح الغرب. يعني الفرق من بين ما يسمى اللي قلت لكم عليهم، يعني ما يسمى بالاسلام التقليدي والاسلام السياسي المتطور العلماني اللايكي، الفرق من بيناتهم جدا بسيط جدا. الفرق ان الفكر العلماني السياسي كما بتاع تركيا وبتاع، يعني فما نوعا ما اكثر حركيه، فهمت، اكثر حركيه واكثر وعي عند المجتمع، بينما الاخرين كما في السعوديه وكما في المغرب خليهم بهايم جمله واحده، فهمت، يعني ما تطوروش الاسلام جمله واحده. اذا هذوما الثلاثه اطراف يعترفوا اللي هما انهزموا. ما يسمى بالفكر التقليدي هو الان قاعد يضمحل، نشوفوا في الثورات اللي وقعت اخيرا في تونس وفي ليبيا وفي مصر وكل شيء قاعد يضمحل، فهمت، بينما الفكر ما يسمى بالسياسي الاسلامي كما في تركيا حتى هو نوعا ما سوف يضمحل، فهمت، سوف يضمحل كما النهضة وباهي مازال قوي شوية، فهمت. والفكر اللاديني الذي يؤمن بالتغريب فهو غير مقبول اصلا في المجتمعات نتاعنا، على خاطر باش تمحيهم كليا. اذا هذا الفكر الموالي للغرب اللي هو تواصل من وقت الاستقلال، من وقت سقوط الامبراطوريه العثمانيه الى الان، هو اللي قاعد يحكم توا تقريبا. هذوما الثلاثه جهات هما اللي قاعدين يحكموا، هما ماشيين نحو الزوال، يعني في الاخر نتاعهم، فهمت، 10 20 سنه اخرى ما عادش باش يبقى منهم شيء. بينما هناك فكر اخر قاعد معناتها يظهر في العالم العربي الاسلامي، اللي هو الفكر اللي يؤمن بالهويه، الهويه، ويؤمن ان يمكن ان نشارك الغرب او ننافس الغرب في حضارته، فهمت، يعني بصفه عامه، يعني يقول لك ما قبلوش الهزيمه، هما انواع، ما قبلوش الهزيمة. هناك نوع ثاني ما قبلش الهزيمة،
يقول لك احنا ما انهزمناش واحنا عملنا وجبنا في التاريخ، مستحيل اننا ننهزم. هؤلاء ينقسمون نفس الشيء الى ثلاثه اقسام. القسم الاول فهمت من هؤلاء الاشخاص هم اللادينيين، اللي يقول لك احنا لازمنا نصحح التاريخ، لازمنا نعاودوا نقراوا التاريخ، لازمنا نعودوا لهويتنا الاصليه، فهمت؟ يعني نحيوا فكره هذه العروبه، شمال افريقيا ترجع معناتها لاصولها، مصر ترجع لاصولها، سوريا والعراق يرجعوا لاصولهم، ويبقى ما يسمى بالعرب في جزيره العرب، فهمت؟ ونتخلاوا على الفكر هذايا العروبي الاسلامي، فهمت؟ ونستفيدوا من التاريخ نتاعنا، ونشاركوا الغرب ونتعلموا منه ونستفيدوا من التجارب الانسانيه، ونحاولوا باش نبنيوا حضاره خاصه بينا، فهمت؟ تكون ماهيش في تصادم مع الحضاره الموجوده سوى في الغرب او غير الغرب. اذا هؤلاء الاشخاص اللادينيون هما سميوهم اللادينيون الوطنيون، اللي يؤمنوا اللي احنا راهو سبب التخلف نتاعنا هو العروبه والاسلام. اذا هذا لازمنا نتخلوا عليه، ولكن لا يعني ننسى الهويه نتاعنا التاريخيه وشخصيتنا وماكلتنا وتقاليدنا وعاداتنا والامور الاجتماعيه اللي عندنا احنا في المناطق نتاعنا، على خاطر ما يمكنش نكونوا احنا غربيين، لان الاختلاف هي في مصلحه البشريه. شنو هو الفائده ان نصبحوا معناتها متغربين 100% كما يقولوا اللادينيين الاخرين، اللي يقول لك لازمنا نتغربوا ونتخلاو على كل شيء؟ لا، لازمنا نطوروا تقاليدنا ونطوروا عاداتنا ونفكروا عندنا مخاخ كما الغرب فكر وجاب الحضاره نتاعو. احنا عندنا زاد مخاخ، نجموا على تاريخنا، نعاودوا نراجعوا تاريخنا ونراجعوا امورنا، ونخرجوا مفكرين كما الغرب عرف مفكرين نتاع النور، ويمكن نجيبوا حاجه خير من الغرب. يعني ممكن ان نجيبوا حاجه خير من الغرب، ونشاركوا الغرب ونشاركوا العالم اجمع في الحضاره. هذا النوع الاول. اما النوع الثاني هم ما يسمى المسلمون المعتدلون. هؤلاء شنو يقول لك؟ يقول لك لازمنا نطوروا الاسلام، نطوروا الاسلام لكي يناسب الحضاره اللي موجوده توا. نعترفوا بنظريه التطور، نعترفوا بالانفجار العظيم، ونحاولوا باش ناولوا الاسلام لكي يوافق التطورات. يعني ما نقعدوش ننكروا التطور وننكروا الانفجار العظيم وننكروا كل شيء، لا، نحاولوا نعاودوا نجيبوا اسلام جديد، فهمت؟ اسلام جديد يكون مؤول بطريقه نعترفوا بكل ما وصلت اليه الانسانيه من حضاره، وهكاك نبقاو مسلمين بالاسم، ولكن في نفس الوقت الاسلام تاعنا يكون متطور كما مثلا بعض القرآنيون، ولا هذوما المسلمين المعتدلون كما مثلا عدنان ابراهيم وكل شيء. يقول لك لازم نترك ما يسمى الاسلام، لان الاسلام هو اللي يعطينا الهويه نتاعنا، ما نجموش نكونوا بدون الاسلام وبدون العروبه. فهؤلاء يركزون على فكره الهوية العربية الإسلامية، بينما اللادينيون يقول لك احنا نركزوا على فكرة الوطنية وحق الأرض. فهمت؟ تونس تونس، الجزائر الجزائر، مصر مصر، ليبيا ليبيا، كل دولة لازمها تكون عندها خاصية خاصة بها، لأنها لا يمكن أن تكون في هذا الإطار متاع الأمة اللي حطوا فيها الإسلام. هالنوع الثاني هذوما المعتدلون يعني يحاولوا باش يفسروا الآيات القرآنية ويبدلوا باش يردوا ما يسمى الإنسان متحضر، وهذا هذوما على كثرة محاولاتهم يعني من الصعب جدا، من الصعب جدا أنهم يعني يقنعوا ناس كثير في المجتمع الإسلامي، رغم اللي عندهم بداوا معناتها عندهم نوع من الأنصار، وبداوا يعني يسيطروا على بعض العقول، لكن يسيطروا عليهم مدة معينة، ثم هؤلاء الأشخاص يتفطنون أن هذا ليس الإسلام، فإما يغادرون الإسلام كليا، فهمت؟ يا إما يرجعوا للإسلام كما نقولوا احنا الراديكال. هذا من النوع الثاني، يعني يقول لك الحل ليس القضاء على الإسلام، وإنما تطوير الإسلام لكي يناسب العصر. أما النوع الثالث من اللي ما يقبلوش الهزيمة هما ما يسماو
المسلمون معناتها الراديكاليون، فهمت؟ يعني المسلمين الراديكاليين. هؤلاء شكون هم هذوما؟ هذوما الحركات الإسلامية اللي ما زالت تؤمن بأن الإسلام قوة، كما حزب التحرير، كما الإخوان المسلمون، السلفيين الجهاديين، وكما إيران وولاية الفقيه. هؤلاء يقول لك لا، لازمنا نقضي على الغرب. الفرق من بين السنة، ما يسمى بالسنة، والشيعة، الشيعة صحيح هم شادين في الإسلام كما هو، ولكن أكثر تنظيما وأكثر دقة، ويأخذون بعين الاعتبار السياسة الدولية، وينطلقون انطلاقة يعني في إطار القانون الدولي، يعني يشتغلون في إطار القانون الدولي. الأخرين ما يسمى بالسلفيين في الأول كانوا ضايعين، وقتها معناتها كانوا في أفغانستان وتم القاعدة وبن لادن، وبعد تم التغلغل متاعهم، ولكن بعد صراع طويل وصلوا باش يقدوا حتى هما دولة إسلامية اللي معروفة، الدولة الإسلامية، واللي معناتها نجم نقولوا وريثة القاعدة، ولكن هذه المرة ليس معناتها متغلغلين فيها كما القاعدة اللي أصبحت نوعا ما يعني كل الأطراف متغلغلة فيها ويستعمل فيها كما يحب لمصالحه الشخصية. هنا ما نحبش ندخل في التفاصيل الفرق من بين القاعدة والدولة الإسلامية، يمكن نعمل فيديو باش نفسر هذه النقطة. إذا هؤلاء فهمت يقول لك احنا الغرب كله فاسد، العالم أجمع كافر، فهمت، ولازمنا ندمروا الحضارة الغربية لأنها غير أخلاقية أصلا، واحنا نجموا نسيطروا على العالم وناخذوا التكنولوجيا نتاعهم ونسرقوا لهم التكنولوجيا نتاعهم ونسرقوا لهم العلوم نتاعهم ونوليو احنا قوة ونسيطروا عليهم. يعني هذوما ما يسمى بالسلفيين أو بالشيعة يفكروا بالسيطرة على الغرب والقضاء عليه. نفس الشيء ما يسمى الإخوان المسلمون وحزب التحرير وكل شيء، ولكن عن طريق السياسة، ما عندهم لا دولة لا شيء، حتى في مصر جاءوا نحت لهم، فهمت؟ يعني هما نفس الشيء تقريبا. أما ما يسمى باللادينيون اللي معناتها الوطنيون أو الوطنيون، هما يقول لك احنا نجموا نعاودوا قراءة تاريخنا، لازمنا نتخلاو على الإسلام، هذيك لا نقاش فيها ما يصلح لشيء، ولكن نجموا نبنيوا حضارة تخصنا احنا بالاستفادة من الحضارات الإنسانية، ويعتبروا اللي الفكر هو ملك الإنسان، يعني هما أكثر إنسانيين. هذا بصفة عامة الصراع اللي موجود في العالم العربي الإسلامي يعني منذ تقريبا 100 عام، فهمت؟ وفي الوقت الحاضر هذا الصراع سوف ينتهي في الأخير بانتصار أحد الأطراف، أو مع إقناع أحد الأطراف، الأغلبية من الشعب، لكي احنا نلقاو طريقنا ونوليو معناتها ما عادش انتهى فترة الحروب. الحروب ماشية وتضمحل، الحروب الجسدية نقصد، البشرية قاعدة تتخلص بشوية بشوية من فكرة الحروب. الحروب تو موجودة كان في العالم نتاعنا، وقتها تنتهي في العالم نتاعنا الحروب سوف تنتهي من العالم، وتولي حروب أخرى، حروب اقتصادية، حروب فكرية، إبداعية، كل أنواع الحروب يعني الفكرية، وانتهت ما يسمى بالحروب الجسدية. يعني من هنا 20-30 عام نظن أن البشرية سوف تنتهي كليا من الحروب الجسدية وتهتم بأمور أخرى أكثر أهمية. ونظن هذه الفكرة اللادينيون معناتها يؤمنوا بالاختلاف ويؤمنوا بالتعددية ويؤمنوا بالإنسانية، اللي في العالم العربي الإسلامي قاعدين يركزوا فيها الفكرة هذه، قاعدين يركزوا فيها، وقاعد فكر جديد تو نشوفه كل مرة يطلع لنا واحد يعني يتكلم، في الحقيقة شيء يبشر بالخير، يعني كل مرة واحد يطلع متنور، ماهوش كما نقولوا احنا متغرب 100%، فهمت، وإنما مستفيد من الحضارة الإنسانية ومطور روحه وتعلم معناتها مبادئ أخرى وعنده أفكاره الخاصة، وهذا الكل سوف يعطي للعالم حاجة، يعني القول اللي احنا ما عادش نصلح حتى شيء والفكر فما وحود، معناتها يروجوا الفكر اللي العالم العربي الإسلامي ما عادش ينتج ولازم قنبلة نووية وانتهى وما عادش يصلح حتى شيء، هذه فكرة غلط.
فهمت؟ لأن اللي موجود توا هذا الصراع سوف ينتهي في الأخير للانتصار للأفضل، واللي يوافق التطور الإنساني نحو السلم ونحو الأمان وانتهاء الحروب الجسدية والصراعات الحيوانية والتي هي باقي من بقايا الحيوان، لكي الإنسان ينتقل إلى مرحلة جديدة ويصبح الفاصل بينه وبين الحيوان أكبر وأكبر وقت يتخلى على الحروب الجسدية، أما يسمى بالحروب يعني الحروب اللي موجودة معناتها. المهم نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلامة.